نعرفها بس مجموعه معينه من الحدود. اقول لك مثلا هات لي مجموعه الحدود مثلا ايه من 1 لحد 18 او لحد ال السلام 50. وعليكم السلام وبركاته. ابوك يا احمد. قلنا اس ان بتساوي اي 1 مضروبه في 1 ناقص ار اس ان على كام؟ 1 ناقص ار شباب ناقص ار. ايه ده؟ ده مجموع المتسلسلات الهندسيه، اسم المجموع الجزئي. مجموع الجزء يا شباب يعني ايه؟ معايا متسلسله مثلا يا شباب مثلا تكون يقول لك 13 مثلا، 13 مثلا بعدها ايه؟ 39 وهكذا لحد ان مثلا يقول لك ايه يا شباب؟ لحد 50 لحد ان بتساوي 50. وهات لي مثلا ايه يا شباب؟ وهات لي مجموعها. محتاج الحد الاول اهو، ومحتاج الار اقسم الثاني على الثاني على الاول. اجيب الار اقول له الار بتساوي 39 مثلا، اسم ال 13 بتساوي 3. اعوض فوق يا جماعه اهو، اعوض فوق اجيب المجموع مره واحده. المفروض ان بكام؟ ان ب 50 اهي. ماشي كده يا شباب؟ دي اسمها مسلسلات محدوده او منتهيه. يعني ايه منتهيه؟ يعني بحسب مجموعه جزئيه معروفه لحد 50 حد بس، لحد ال 50 واقف. الحد هرتبه 50 واقف على كده، تمام؟ اسميها متسلسله منتهيه يا شباب. طيب في عندي حاجه اسمها ثانيه اسمها متسلسله غير منتهيه، زي مثلا بقول لك ايه؟ مجموعه الاعداد الطبيعيه مثلا، او مجموعه اعداد العد اللي هي ايه؟ عد يا شباب ما عد، اقول لك 1، اقول لك 2، 3، 4 الى فين يا شباب؟ لها نهايه ولا ما لهاش نهايه؟ لها نهايه يا شباب؟ ها مجموعه اعداد العد طبعا لا ما لهاش نهايه الا من النهايه، صح؟ نفس الشيء مجموعه الاعداد الطبيعيه الصحيحه، الاعداد النسبيه الحقيقيه المركبه، كلها اعداد غير ايه يا شباب؟ غير منتهيه. طب هل ينفع اعمل اجيب مجموع الاعداد دي او اجيب مجموع متسلسله بشكل عام هندسيه غير منتهيه ما لهاش نهايه؟ ينفع يا جماعه؟ ينفع على فكره يا جماعه، ينفع بس لها شروط. اول شرط ان تكون المتابعه دي المسلسله دي متقاربه. معنى كده ايه؟ ان في حاجه اسمها متابعه متقاربه، متابعه يا شباب؟ مسلسله ايه؟ متباعده، متقاربه ومتباعده، تمام؟ يعني ايه متقاربه؟ متقاربه يا جماعه ايه؟ يعني تقترب من عدد معين، تقترب من عدد ايه معين، يعني ايه برضه ديت؟ طب متباعده، شوف بس المتابعه الاول يعني ايه؟ كل ما اجمع كل ما ازود في عدد الحدود يجي لي عدد كبير جدا. بشكل عام عدد تكبر جدا يا شباب، تمام؟ ففي منها بيقول لك متقاربه ومتباعده. متقاربه امتى تكون متقاربه يا جماعه؟ قال لك شرط لما تكون القيم المطلقه الار اقل من الواحد. ما ينفعش يساوي، ما ينفعش يساوي واحد يا جماعه، اقل من واحد. متباعده القيم المطلقه الار اكبر من الواحد. اخذتها في المتوسط القيم المطلقه العدد يا جماعه دي، لما يقول لك اقل من معناها ايه؟ حد عارف؟ بيقول لك القيم المطلقه اللي هي الار اقل من الواحد، دي معناها ايه؟ اكبر من كام واقل من كام؟ يلا يا مهند اخدتها في متوسطه يا جماعه الترم الثاني. القيمه المطلقه لعدد ها لما تبقى اقل من ار مثلا، اقل من واحد معناها ايه؟ حد متذكر؟ اقولها لكم، تكون اكبر من سالب واحد واقل من موجب واحد. معنى كده يا جماعه لو الار عندك ده لقيتها محصوره بين سالب واحد وموجب واحد تبقى اسمها متقاربه متقاربه. يعني ايه برضه؟ يعني اقدر احسب لها مجموعها بالقانون اللي هديهولك دلوقتي. طب لو كانت دي يا جماعه اكبر من واحد، يعني اكبر من واحد يعني ايه؟ برضه خدناها قبل كده، قال لك دي معناها الار اكبر من الواحد او الار اقل من سالب واحد. يعني لما اجي ارسم دي هنا سالب واحد هنا واحد، دايره مفتوحه بينهم كده يا جماعه، العناصر الموجوده بين واحد وسالب واحد، بحيث الواحد وسالب واحد ده ينتمي ليه؟ طب وهنا؟ هنا سالب واحد، هنا واحد. اكبر من واحد يا جماعه، وهنا. دي متباعده يا شباب. دي تبقى متباينه ايه؟ متباعده. تمام كده يا شباب؟ طيب. في نقطه قلتها من شويه اهو، بقول لك اذا كانت المجموع الجزئي المتتابعه ده ايه؟ يساوي عدد معين او اكثر من عدد معين تبقى متقاربه. يعني كل لما اجي مثلا اقول لك إيه؟ احسب لي اول 50 حد. طلع ولتكن مثلا بيساوي 900 او 400، 400 حسبت كمان بعدها اول 500 حد طلعوا برضه 400، اول 5000 حد برضه مجموعهم 400، يبقى اسمها متقاربه يا شباب.
دي متقاربه ماشي. لكن لما اجي احسب المتابعه ده، اول مثلا اول 10 حدود طلعوا مثلا ب 1000، اول 50 حد طلعوا ب 400000 مثلا، ارقام كبيره جدا بعيده عن بعضها جدا، تبقى اسهل المتابعه ده. بس طبعا انا مش هعمل كده كل مره، يعني في المسائل مش هعمل كده، مش هقعد اضيع وقت واحسب اشوفها مجموع الجزء واجرب كلام من ده، لا. انا حاجه زي ده اشوف ايه؟ اشوف الار بس. اشوف الار يا جماعه. كم مثقل ار؟ محصوره بين واحد وسالب واحد تبقى متقاربه على طول، واقدر اجيب لها مجموعها الجزئي. طيب اذا كانت اكبر من كده، اكبر من واحد، المتابعه ده ما لهاش مجموع يا شباب، ليس لها مجموع. طب بحسب مجموعه ازاي؟ بحسبه كده يا شباب بالنظام ده. بيقول لي اس بتساوي اي واحد على مين؟ ار ناقص واحد. ايه ده؟ دي مركبه اس ان يا شباب الاول؟ كانت اس ان الاول، وكان بيحسب ايه؟ بيحسب مجموع جزئي. مجموع جزئي بس يا جماعه، من حدود من كذا لكذا، اول مثلا 30 حد بس. لكن اس دي بس كده معناها المجموعه يا شباب كلها، مجموع المتابعه كلها بشكل عام. طب وفين اللي كانت الاول عامله كده؟ يقول لك اي واحد، واحد ناقص ار اس ان على واحد ناقص ار. انا عكست هنا على فكره، عكست دي المفروض تبقى واحد، واحد ناقص ار. ماشي يا جماعه، دي بس عكستها بس ما فيش اي فرق، واحد ناقص ار. يلا، كل ما ان يا جماعه توصل الى عدد كبير جدا خلاص، والار الار اقل من كام؟ اقل من واحد، تبقى القيمه ده اهي بتقرب للصفر. ماشي؟ يبقى ده كده اهو كانها بتساوي صفر يا جماعه. واحد ناقص صفر بواحد. طيب اي واحد ضرب واحد باي واحد؟ يبقى الحل يا جماعه، تحفظ القانون ده يا شباب، ده مجموع متسلسله هندسيه غير منتهيه. ماشي يا شباب؟ لما اثبت له ان المكون مطلقه الار اقل من الواحد استعمل القانون ده يا جماعه. بس الدرس ده على فكره من اسهل الدروس اللي هتقابلك، انه مباشر. طيب يا شباب نشوف كده مثال مع بعض. مثال بيقول لك هنا حدد اذا كان المسلسل ده يا جماعه متقاربه ام متباعده، بس متقاربه ام متباعده. عايز حد يفكر معايا. المسلسل ده بيقول لك ايه؟ 54 زائد 36 زائد 24 الى ايه؟ الى ما لا نهايه. ها مين هيحسبها لك يا شباب؟ احسب له الار. مهند احمد هات لي الار. يلا يلا يا مهند. مهند لسه نايم. طب مهند حرير اسمك على السبوره. ها مين يحسبها يا شباب؟ احسبها يا استاذ. يلا يا فيصل اتفضل، انت صح مش قرار عليك يا فيصل. يلا هلا يا استاذ. ما تطرح 36 من 54. طرح يا فيصل، ده في الحسابيه، في الحسابيه نطرح دي هندسيه استاذ. اتفضل يا مهندس. لحظه مهندس بس ما كان هنعمل ايه؟ بس ما كان راضي يفتح، عشان كده ما عرفت افتح. طيب انت عارف السؤال كان ايه؟ احسب ار بس. ار بكام يا مهندس؟ بصراحة ما اعرف استاذ. طيب حد فينا يا جماعة يعرف؟ قول يا فندم. اقسم 54 على 36. نقسم، بس نقسم ايه؟ الثاني على الأول. ما ينفعش الأول على الثاني، هيطلع غلط. اقسم يا جماعة الثاني على الأول، زي ما تقول قلنا قبل كده على فكرة الحكاية دي. ماشي يا محمد يا سعيد؟ اقسم الثالث على الثاني، زي كده يا جماعة. أقدر أقول له كده 24 قسمة 36 عادي. واختصرها ابسط صوره، اقسم الطرفين على 6 مثلا، على 6 يا جماعه اهو، ادينا هنا 4 وادينا كام؟ 9. 4 9 دي يا جماعه اكبر ولا اقل من الواحد؟ ها؟ 4 على 9 طالما البسط عندك اقل من الواحد، اقل البسط اقل من مقام، تبقى هي اقل من الواحد. اقل من الواحد، لو جيت اقسمها بالحسبه هيجي لي رقم اقل، يجي حوالي ايه؟ حوالي 5 من 10 ماشي يا شباب، او حاجه 49% يعني، حاجه زي كده. واضح؟ يبقى ليه بنسميها يا جماعه؟ ده اهي اقول له متقاربه. ماشي يا مهند؟ ها بجيب الار ازاي؟ اقسم الثاني على الاول او الثالث على الثاني، بعد كده ايوه تمام. ها جبت الار، اشوف الار دي هل هي اقل من واحد ولا اكبر من واحد؟ طلع اقل من واحد او متقاربه؟ اكبر من الواحد اقول له متباعد. ماشي يا شباب؟ ايوه استاذ.
طيب شوف واحدة كمان كده يا شباب اهو. احنا بس على ستة فيها كام؟ هي ستة ولا تسعة يا جماعة؟ دي ستة على فكرة. أنا قسمتها غلط ده، قسمتها غلط. بس نفس الكلام برضه، نفس الفكرة ما علينا. كده كده البسطة أقل من إيه؟ من المقام. السرعة كمان تبقى أديك اتنين على تلاتة عادي. كده كده البسط أقل من المقام، يعني في كل الأحوال يا شباب الآر أقل من الواحد يعني متقاربة. طب واحدة كمان. واحدة تانية. الناس اللي نايمة يا جماعة تحاول تصحى. 8 زائد 12 زائد 18 زائد ما لا نهاية. يلا يا شباب، هل هي متقاربة أم متباعدة؟ نجيب الآر. مين يحسب الآر يا شباب؟ اتفضل يا فيصل. 12 اقسمها على 8. 12 اقسمها على 8، اختصر الطرفين اقسم على الأربعة مثلا، على الأربعة وعلى الأربعة. هيديني 3 على 3 و 2 على 2. أقل من واحد ولا أكبر من واحد؟ أكبر من واحد. أكبر، البسط كبير أهو. 3 أكبر من 2، أكبر من واحد يا جماعة. هي حتى بتساوي كمان 1.5. يعني دي قيمتها 1.5، أكبر من الواحد. أقول له يا شباب دي متباعدة. متباعدة. ماشي؟ يعني إذا كمان إذا جيت ترسم يا جماعة متقاربة ده المتقاربة، خلي بالك كده مثال بس سريع كده، إذا عندك كده إحداثياتك يا شباب وحبيت ترسم المتقاربة يا جماعة، مثلا في الأرقام ده ترسم واحدة هنا كده هنا، بعدين تلاقيهم بيقربوا من بعض أكتر، يقربوا أكتر يا جماعة زي كده، خد بالك تحس الرقم ده الرقم هنا ده بيقربوا منه، كل ما احسب مجموع الجزئي يوصل لنفس الرقم ده، ايا كان بقى الرقم ده كام؟ على حسب بيقرب من رقم معين، تمام؟ يبقى اسمها متقاربه. طب والمتباعده عامله ازاي؟ زي مثلا هنا يا جماعه قريبين من بعض في الاول. قريبين. بعدها يبعدوا شويه اكثر، يبعدوا اكثر. وهكذا يا شباب. مسافات تكبر اكثر. ماشي؟ اذا جمعت الموضوع يجي لك ايه؟ الارقام خياليه، ارقام فلكيه بعد كده. يبقى ده يا شباب اقول له ايه؟ متباعده، دي متباعده. تيجي في الامتحان كده بره على فكره يجي لك رسمه زي دي تقول له متباعده او متقاربه، دي متباعده يا شباب ودي ايه؟ متقاربه. ليه متقاربه؟ بتقرب من رقم معين، مثلا رقم ده 50، قرب رقم 50 مثلا يا جماعه من رقم معين. ماشي؟ طيب يا شباب اذا قال لي هات لي المجموع، احسب مجموع المتباعده يا شباب، احسبها ازاي؟ قلت كان هون قال لك مثلا اوجد مجموع حدود كل متباعد الهندسيه الاتيه ان وجد، يعني ايه ان وجد يا جماعه؟ يعني اذا كان هي اصلا متقاربه هينفع اجمعها، متباعده ما لهاش مجموع خلاص، ليس لها مجموع. يبقى اول حاجه اشوفها هل هي متقاربه ام متباعده؟ زائد 6 على 15 زائد 18 على 75. طبعا اخذ الارقام السهله يا شباب. اخذ السهل. ها؟ قال لي هنا ايه؟ احسب المجموع إذا كان إذا وجد يا جماعة أو إذا كان ممكن. هنعمل إيه يا شباب؟ أول حاجة أحسب الـ أشوف ينفع ولا ما ينفعش، أشوف ينفع أحسب ولا لأ. أحسب الـ R يا جماعة، R هتساوي طبعا ده زائد إلى ما لا نهاية. الـ R بتساوي كام؟ مين يحل؟ نقسم الثاني على الأول. نقسم الثاني اللي هو ده كله على الأول يا جماعة اللي هو ده كله. أقول له 6 على 15 مقسوم على 2 على 3. الكسر الأول بكتبه زي ما هو، والكسر الثاني أقلبه، أخلي الاسم ضرب وأقلب يا جماعة البسط مقام والمقام بسط، يبقى 3 على كام؟ 3 على 2. اختصر مع بعض كده. اقسم مثلا 6 على 2 فيها 3، طب 3 كمان مع ال 15 فيها إيه؟ 5. أصبح فوق كام يا جماعة؟ فوق 3 وتحت 5. 5 بس. دي الار يا جماعه، الار اهي. طيب هل هي كده متقاربه ولا لا؟ ولا متباعده؟ الرقم ده اكبر من واحد ولا اقل من واحد؟ ها؟ اكبر من واحد يا استاذ. 3 على 5، 3 على 5 يا جماعه. اقل اقل. يعني اللي فوق اكبر من اللي فوق اقل من اللي تحت؟ اقل. اقل من واحد. محمد خليك يا محمد سعيد كده، لو بتعملها اسم مطوله يا محمد سعيد، 3 على 5 مثلا. 3 على 5 ما ينفعش، بعمل ايه؟ بحط صفر هنا، هزود صفر وازود هنا قصه صفر وايه وفاصله. خلي بالك اهو 30 على 5 فيها 6.
6 ايه صح. ب 35 صح؟ اديك في اخر 6 من 10 اقل من 1. خدها قاعده، البسط اقل من المقام فهو اقل من 1 على طول. البسط كبير يبقى هي اكبر من 1. يبقى دي يا جماعه متابعه ايه؟ متقاربه. اقدر اجمعها ده؟ لا. اقدر اجمعها؟ ايوه اقدر، طالما متقاربه اقدر اجمعها يا جماعه. المجموع بيقول لي ايه المجموع اهو؟ اس بتساوي اي 1 على 1 ناقص مين؟ ار. اسهل من الكون اللي قبله كمان. اسهل من اللي قبله يا جماعه اهو. التاني كان اي 1 افتح قوس 1 ناقص ار اس ال على 1 ناقص ايه ار. صح؟ دي سهله. اي 1 بس على 1 ناقص ار فقط. طب اي 1 بتساوي كام؟ الحد الاول 2 على 3 على 1 ناقص ار اللي هي 3 على 5. كسر على كسر يا جماعه ثانيه اعمل ايه؟ الكسر ده اهو الواحد اقدر اشيله واخليه كام على كام؟ الواحد ده مش المقام هنا 5 يا جماعه؟ عشان احد المقامات اعرف احد اهو 5 على 5 اعرف اخليه 5 على 5 عادي. ما 5 على 5 ب 1 هيساوي دي زي ما هي 2 على 3 على 5 ناقص 3 ب 2 على كام؟ على 5. اقول لك يا جماعه بتساوي يلا اهو الكسر الاول زي ما هو علامه الاسم اخليها ايه يا شباب؟ خليها ضرب واقلب الكسر اللي بعده بدل ما هو 2 على 5 لا هيبقى 5 على كام؟ 5 على 2 او 5 على 2. يلا يا جماعه 2 تروح مع مين؟ على 2. يبقى لك كده 5 على كام يا جماعه؟ على 3. على 3 وهو ده المجموع اللي عندي اهو. في اسهل من كده يا شباب؟ اسهل من كده؟ طبعا سهله جدا اهي. طب اللي بعدها بيقول لي ايه؟ اللي بعدها اوجد يا جماعه المجموع ده اهو. اوجد المجموع ان وجد برضه 2 زائد 3. عايز حد يشارك فينا يا جماعه بقى؟ حد غير الفيصل كمان يشارك؟ 4 ونص. يلا يا شباب اول حاجه احسبها اشوف ايه؟ هل هي متقاربه ام متباعده؟ مين هيحل؟ جيب لي الار. ها؟ ولا واحد؟ عبد العزيز. عبد العزيز فين؟ يلا يا شباب. واحمد ياسر. يا جماعه ما ينفعش نفتح التليفونات ونروح ننام او نروح نفطر، بالله عليكم ركزوا معايا. انا اعذركم الناس موضوع الدراسه عن بعد في البيت، كسل وجيب خمول وعارف ده كله، بس معلش الرياضيات بالذات حاول تتابع شويه. يلا فيصل، محدش حد يغير فيصل بس، فيصل الحرب فقط. يلا يا فيصل توكل على الله. ها هيساوي كام يا فيصل؟ اول حاجه اكسب الثلاثه. ثلاثه على اثنين. ها بس اقف على كده. اكبر ولا اقل من واحد؟ ثلاثه على اثنين. ها يعتبر واحد ونص. يعني اكبر من واحد؟ يعني بس واحد ونص. ايوه اكبر من الواحد. اقول له متباعده. يعني ايه برضه متباعده يا جماعه؟ يعني لا يوجد لها ايه؟ او لا يمكن جمعها، لا يمكن جمعها يا جماعه، لا يمكن جمعها. ما ينفعش اجمعها يا جماعه خالص. خلاص؟ ان مجموعها ارقام ايه؟ ارقامك خياليه، بعد كده كبيره جدا. ما ينفعش اجمعها. واضح يا شباب؟ يبقى هو لما يقول لي اهو ان وجد اعرف ان هي ممكن تكون تجمع تتجمع او لا. اذا كانت متقاربه اعرف اجمعها. متباعده خلاص ما اقدرش اجمعها. لا يمكن جمعها. مثال ثاني يا جماعه، مثال برضه في فكره ثانيه هقولها لكم بس الوقت الحصه مش هيكفي، فانا هخلي الفكره الثانيه ان شاء الله بكره مع التمارين. اذا قال لي كده يا جماعه مثلا السمشن، رمز السمشن ده طبعا ده مش فكره ثانيه ولا حاجه، ده خدنا قبل كده الى ما لا نهايه. خدنا قبل كده كان مثلا كي بتساوي 1 الى مثلا 12 15، هنا الى ما لا نهايه يا جماعه علامه ايه؟ انفينيتي. ما لا نهايه 18 4 على 5 اس كام؟ اس كي ناقص 1. بقول يا جماعه هنا ايه؟ اوجد برضه المجموع ده اهو. ان وجد. ان وجد يعني ايه يا شباب؟ يعني ممكن تكون متقاربه او لا؟ ممكن متباعده برضه. ما هو معناها ان هي سميش ان هي متقاربه، لا ممكن تكون ايه متباعده. طب بعمل ايه يا جماعه؟ بحسب برضه الار. احسب الار يا شباب. الار بكام عندي يا جماعه هنا؟ الار بكام؟ حد يجيبها لي؟ ها؟
واضحة واضحة في الرسم في الأقر أهي بأربعة على خمسة صح؟ الأقر يا جماعة أربعة على خمسة ده إيه؟ أقل من مين؟ من الواحد يبقى متقارب أعرف أجيبهم. طب أنا محتاج إيه؟ بقول لك يكون بقول لك هنا إس بتساوي إيه واحد على واحد ناقص مين يا شباب؟ واحد ناقص أر الأر معانا عايز الحد الأول أجيب الحد الأول إزاي؟ أعوض عن كي بواحد عشان اجيب الاي واحد يلا اي واحد بتساوي ها انا كيف واحد يا جماعه 18 مضروب في 4 على 5 الكل اس كام؟ 1 ناقص 1 1 ناقص 1 بصفر واي حاجه اس صفر بواحد بدها تساوي 14 18 ضرب كام؟ 1 يعني 18 يبقى الحاجه الاولى يا جماعه 18 اقول له بقى هنا ايه؟ الاس بتساوي اي واحد اللي هو 18 واحد ناقص ار، ار بكام؟ 4 على 5. محتاج يا جماعه واحد المقامات تحت بمنتهى السهوله، المقام هنا 5 اخلي الواحد ده اشيله واخلي مكانه كام؟ 5 على 5. 5 على 5. ايوه لسه واحد بس تبسيط. نمسح الواحد ده خالص، ركب هنا يا جماعه 5 على 5، كده المقام الواحد اهو اقول له بتساوي 18 زي ما هي. هنا 5 ناقص 4 1 على 5 1 على 5. ومقام المقام ايه؟ مقام المقام تبسط يطلع فوق يعني 5 في 18 بكام يا جماعه 5 في 18 تقريبا ده مش تقريبا هي اكيد 90 5 في 8 ب 40 و5 في 1 ب 5 و4 9 يبقى 90 يا شباب سهله يا جماعه الحته دي مثال كمان على السبمشن مثال كمان قبل وقت الحصه بس ما يخلص الفكره الثانيه ان شاء الله بكره نبدا معاها مع التمارين باذن الله الفكره الثانيه مع التمارين يعني مثال بس اخير سمشن من كي بتساوي واحد برضه الى الانفينيتي 12 3 على 4 الكل اس كام؟ كي ناقص 1 يلا يا شباب الار بكام؟ ار بكام يا حضراتكم؟ على فكره انا ممكن اجيب ممكن يا جماعه لو انا مش عارف اجيب الار احتفظ فيها اجيب الحد الاول واجيب الحد الثاني واقسمهم على بعض هيجي لك الار على طول نجرب كده يلا هات كام حد الاول اي واحد بيساوي كام يا مهند عوض عوض بكيف كام بواحد يبقى 12 ضرب 3 على 4 الكل اس 1 ناقص 1 يعني صفر اي حاجه اس صفر بواحد يعني هتساوي 12 بس طب الاي 2 مثلا يا جماعه اجيبه ازاي اعوض عن كيف ب 2 الحد اللي بعده انا ببدا من هنا الاول ده حسب ده ما يجي يلا يبقى 12 مضروب في كام؟ 3 على 4 2 ناقص 1 هيديني 1 يبقى 12 ضرب 3 على 4 يا جماعه اختصر 12 مع 4 فيها كام؟ فيها 3 في 3 في 9 دي الحد الثاني يا جماعه اقسم الثاني على الاول يبقى انا اجيب له ار هيتساوي 9 على الاول اللي هو كام؟ ها 12 9 على 12 يا جماعه اكتبه كده 9 و 12 تحت اختصر اقصر الصوره على 3 على 3 دي كام؟ 3 على 4 وهو نفسه هنا اهو يا جماعه يبقى ده خلاص اهو بس بقول لك عشان تكون انت مطمن بس دول الار يا جماعه وجبت الار طيب جبت الار يا جماعه اهو هجيب الحد الاول جبناه بكام من شويه؟ ها كان ب 12 الاي 1 كان بيساوي 12 عوض كده في القانون بيقول لك اس بتساوي كام؟ ايه واحد على واحد ناقص ار يبقى 12 على واحد ناقص الار بكام؟ 3 على 4 اشيل واحد واحط مكانه كام يا جماعه؟ اشيل واحد احط كام؟ ها؟ 4 على 4 ممتاز ما شاء الله عليك يا فندم 4 على 4 نحط الناس اللي صح كده نحط له 4 على 4 يبقى 12 زي ما هي 4 ناقص 3 ب 1 على كام؟ على 4 يطلع فوق مقام المقام بس 16 في 4 يعطينا 8 وايه يا جماعه؟ 48 على 1 48 واضح يا جماعه الدرس سهل؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ اي استفسار؟ لا استاذ كنت بسال سؤال اتفضل يا بطل هو لو كان في كسرين لو كنت مثلا بطلع الكسر الاول على الثاني ايش مثلا كيف؟ اذا عندك كسرين مثلا زي 2 على 5 مقسوم على 1 على مثلا على 3 مثلا الكسر الاول كام زي ما هو؟ 2 على 5
دي علامة القسمة، أعملها على إيه؟ واحد على ثلاثة. بعد كده أعمل إيه؟ الأول زي ما هو اثنين على خمس، القسمة خليها ضرب، والكسر الثاني اقلبه، خلي البسط مقام والمقام بسط. اضرب بقى بعد كده بسط في بسط مقام في مقام. 2 3 في 6 على كام؟ 5 في 1 ب 5. وصلت يا فيصل؟ تمام؟ لا بس انت في كنت حاجه تسويها مقام المقام بس دي حاجه. هي الموضوع الكسر المتحرك ده حاجه ثانيه بص اقول لك عليها برضه. اقول لك مثلا ايه؟ 3 على 4 كل ده مقسوم على 12 مثلا. القسمه الاساسيه اهو الكسر الاساسي ده الاساس. ده اسميه كسر متحرك مقامه ينزل تحت. يبقى 3 على 4 في 12. اكن بقول لك كده 3 على 48. اضرب ده في ده. طب لو كان كسر متحرك تحت يبقى مقام المقام بسط. يعني عامله كده مثلا اقول لك ايه؟ 15 مقسومه 2 على وليكن 7. تعمل ايه هنا؟ هنا مقام المقام بسط اطلع فوق. هتساوي 7 في 15 على 2. ماشي؟ وصل كده يا فيصل؟ ايوه وصلت. والفيديو برضه حاول تشوف الفيديو تاني. ان شاء الله اليوم على تشوف وتشوف ان شاء الله. لو اي حاجه انا نسيها ولا بعدي عليك ولا كده. يلا السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم.